معايا مفاجأة النهاردة جميلة هعرفكم عليها وهخليكم تسمعوا حبيبتنا الجميلة العسول. ها تمام الصوت يا بنات؟ تمام ولا ايه؟ ايوه ظهر لي ان احنا لايف اهو. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. احدثكم من حديقة الغرافة في قطر الدوحة. ها تمام جميل. حضرتك لايف. الحمد لله يا قريش. شكرا يا قريش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم. ويا ريت بقى اللايف ده كل اللي عنده بنت يمنشن لها تدخل عشان هجاوب على البنات. اللايف ده بتاع البنات. عندك بنت مرحله اعدادي مرحله ثانوي يا ريت تعالوا لي هنا على الصفحه ويلا اعملوا منشن لبعض. والامهات اللي بتتفرج من فضلكم نادوا بناتكم عشان هعرفكم النهارده على حاجه تحفه جدا جدا. فاكرين كنت عامله فيديو من 3 سنين تقريبا عن او 4 سنين البنوته اللي كان عندها 6 سنوات وكان حد من اقاربها علمها على كتاب لعبه معينه وبعدين قال لها شفتي بقى انا علمتك ازاي؟ قالت له والله كاسب الله علمني. انا هعرفكم النهارده على صاحبه المقوله دي. هي الان بقى عندها 10 سنوات ماريا الرائعه. السلام عليكم يا ماريا. سلمي. احنا عندنا دلوقتي اهو داخلين على 1000 اللايف. السلام عليكم يا ماريا يا جميله. عامله ايه؟ سلمي على الناس. السلام عليكم. عرفينا بنفسك بقى يا ماريا. انا اسمي ماريا اشرف. ايوه. باخد 5 ابتدائي. نعم. وعمري 10 سنوات. عمرك 10 سنوات يا ماريا. اللهم بارك. خليني في البدايه اسال ماريا واسمعوا معايا وانا هخلي البنات هي اللي تسمع بنات من سنها. ماريا 10 سنوات وهتتكلم معانا في معنيين اتنين. جميل كده. اللي عنده بنات ايوه هاتوها. ايوه اللي بتكتبوا على اللايف اللي عنده بنات هاتوا بناتكم يسمعوا معانا اللايف. اللي عنده بنات ابتدائي اعدادي بنات هاتوها وهتسمعوا ماريا بتقول ايه. انا هسال ماريا اول سؤال تخاطب فيه البنات يا ماريا يا عسوله وتقول لهم ايه البنات اللي بيتسالوا عن الصلاه والله مش عايزين يصلوا والصلاه صحي كسلانين. يلا قولي لهم حاجه شوفي هتقولي لهم ايه. هو طبعا الصلاه نور وكمان يعني كده كده احنا بناخد عليها حسنات وكمان يعني انت لو اول ما ياذن انت قمت تصلي خلاص يعني هينشال من عليك الثقل يعني لو انت كسلانه عنها وكده. كمان احنا في الصلاه بنكون مع الله يعني يعني انت الامير مش هيخليك يعني تقبليه 5 مرات في اليوم. صحيح. فيعني شوفي الله ملك الملوك يخليك تشوفي 5 مرات في اليوم. الله. فيعني شوفي تكوني في موقف زي كده يعني. طب وبيكسلوا تقول لك يعني انا كسلانه. لا هو ما ينفعش لانه هو فرض يعني انت بتاخدي حسنات شوفي مقدار الحسنات اللي انت بتاخديها. يعني كفايه انها تدخلك الجنه يعني المعاصي هي هتشيلها عنك كمان. انا عايزه ابوسها انا عايزه ابوسها. ماريا الجميله العسوله انت تقول لك انا بنقابل ربنا 5 مرات يعني ده حاجه جميله جدا. خليني قال هو بيعلمها من حد تاني ده. تمام. نبيل علي 6 سنوات. خليني اقول لكم على حاجه جميله جدا جدا من ماريا. عايزه اسالها سؤال هي جاوبتني عليه طبعا قبل بس انا عايزه اسمعكم الاجابه بتاعتها. فسالتها يا ماريا قولي لي هل في موقف حاجه كنت بتتمنيها ودعيت ربنا مثلا ان هو يجيبها لك واتحققت الامر؟ وتقولي ايه للناس اللي بيدعوا ويقول لك ما انا دعيت ما فيش حاجه حصلت؟ يلا قولي لنا. يعني على السؤال الاول انا فعلا حصل لي موقف. في مره كنت في السوق مع ماما وبعدين يعني شفت هو بيسموه الرمل السحري هو زي المعجون. نعم. وبعدين ماما قالت لي طب يلا اشتريه. يعني قلت لها لا اخاف اضيع فلوسي عليه وكده يعني. فبعدين بعدها بفتره جالت هديه وسبحان الله ما يعني ما صرفتش اي فلوس وسبحان الله جالي. وعلى السؤال الثاني يعني انت يعني لما تدعي يعني مثلا لو دعيتي في الصلاه او دعيتي في اي وقت ويعني الله ما استجابش لدعائك فعادي يعني كده هو بيخزن لك ليوم القيامه وبتاخدي حسنات. فبدل ما يجيلك حاجه في الدنيا انت بتدخلي الجنه يعني. شوفي الفرق يعني فرق كبير برضه. يا سلام.
انا هفضل طول الليفه ابوسها يعني، انا هفضل بقى 10 سنوات اللهم بارك واحفظها يا رب باسمك الحافظ الحفيظ، احفظها عن ايمنها واحفظها عن شمائلها، احفظها من امامها، سالك باسمك الحافظ الحفيظ اللهم امين، احفظها من امامها من خلفها ومن فوقها عصب عظمتك يا رب، ان تبتلى من تحتها اللهم امين. طيب انا هسال ماريا سؤال ثالث جاوبني عليه واسمعوا معايا اجابه ماريا على الامر ده. ماريا طبعا انا ابقى زوجة خالها، ماشي، انا زوجة خالها يعني هي بنت اخت زوجي، ف عايزه اسالك يا ماريا تقولي ايه للبنات اللي مش عايزين يتحجبوا واللي شايفين بقى اوف بقى يا ماما احنا عايزين نفضل بشعرنا ونفضل بقى فرحانين بحياتنا ودي بقى اللي والناس تشوف جمالي بقى، تقول لهم ايه يا ماريا للبنات اللي في سنك واللي فوقيكي واللي اكبر منك، توجه لهم رساله تقول ايه؟ بس علي صوتك عشان هو مفيش مايك فاحنا عمالين نعلي صوتنا. هو طبعا الحجاب فرض علينا كمان، يعني انت يعني مثلا لو كنت ماشيه في العين كنت ماشيه والجو حر يعني العرق اللي بينزل منك دوت كله عليه حسنات، يعني بالعرق الواحده يعني حسنات كتير، فشوفي بقى الحسنات هتكون قد ايه، يعني كانها دخلت الجنه برضه في وقت. وكمان يعني انت لما تلبسي الحجاب بنت قدك مثلا مش محجبه ممكن يعني ممكن تشوفك محجبه وتكون صاحبتك وكده تشوف لبس الحجاب في الام اللي ذاك، فكده بقى انت طول ما هي لبس الحجاب انت هتاخدي حسنات، ايه حسنات زي حسناتها، يعني هي بتاخد ضعفين، ضعف لك وضعف لها يا فعادي، يعني كده يعني انت هتخلي الناس يقلدوكي ويعني هتبقى حاجه كويسه كمان، انت كده بتاخدي حسنات. نعم نعم فبس بس شكرا. طب انت عايزه تقولي لي حاجه قبل ما اختم معاكي؟ أجلتم تواضعنا، الحياة الحياة كلها خير، يعني هي الله يبارك فيك يا ماريا عسولة، ربنا يبارك في ماريا واللي رباها وأبيها وأمها وعيلتي بقى كلها من العيلة، عايزة أقول لكم أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم. هستقبل يعني أسئلة من على اللايف اللي حابين يسألني أو يسأل ماريا، كلهم بقى بيسلموا عليك يا ماريا ما شاء الله اللهم بارك، اميره ادعي لك تقول عسوله، زهره اللهم بارك، لبنى حلمي بتقول لك ما شاء الله الله اكبر عليكي الله يخليكي نايم تمام، كلكم والله جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم طبعا ربنا يجعلك من الابرار من التربيه. حبيبتي حبيبتي الواحد بيفرح يا جماعه لما نعمل نموذج، وانا عايزه الامهات يعملوا كده، هاتي صاحبات بنتي اعملي يوم بره كده شجعيها خليها تشوف ان في مجتمع تاني، في مجتمع تاني يحب العفه والطهاره، في مجتمع تاني يحب الخير، في مجتمع تاني يحب الله عز وجل ورسوله، يعني احنا اما نغرس الغرس ده في الصغر وتطلع البنت اللهم بارك تقول الكلام ده في الكبر من صغرها هي فاهمه كده، ابدا لا تساوم على دينها ولا تساوم ابدا على حيائها ولا حجابها ولا الكلام ده، ولا حد يقول لها ده عسل، لا هو الله عز وجل ورضا ربنا سبحانه وتعالى هو المستهدف. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يبارك في بناتنا ويبارك في بنات المسلمين ويرزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، قولي امين. يلا نسلمي على كده على اللايف. السلام عليكم ساره، تطلعي معانا ساره؟ لا ساره مكسوره تطلع معانا تمام، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى لكم اهي تعمل لكم باي باي بس كده ساره بايديها، تحترم حياء الانثى صراحه يعني ده شيء طيب، جمال الانثى في حيائها، ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنات. بنتي بتقول لك انت بتحضري افلام كرتون، بتحضري، انا مش بحضر افلام كرتون والله ولا بحضر عفاريت انا بتكلم في التربيه والاستشارات، لكن نبهت على فيلم كم عمر ماريا، هبه كم عمر ماريا؟ 10 سنوات. عمرك كم سنه يا بنتي؟ 10 سنوات بالظبط، خمس ابتدائي. بالظبط خمس ابتدائي 10 سنوات، الله ربنا يكرمك شكرا سالوا عليها. ايوه ربنا يبارك فيكم يا رب. لا ماريا اسم طبعا اسم مصري عربي اسلامي. بعض الناس بتقول ان هو اسم نصراني، بس هو اسم جدة الرسول عليه الصلاه والسلام ماريا القبطيه. صحيح، لكن هي اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. بس جميل يا تبتي بصي بقى يا لولا يا غلاطي على الجمال يا بنات، اللهم بارك يا رب.
انا عايزه اقول لكم هنا يعني من الاردن كمان. بصي جاي لك سلام من نسيم من الاردن اهي، سلم عليكم، ربنا يبارك فيكم يا رب اجمعين، سعدت بيكم سعدت بيكم. وصيه اخيره قبل ما اختم معاكم، من فضلكم يا امهات شجعوا بناتكم، حفزوا بناتكم، كلميها على الخير والتقوى، حبيبيها في الغرفه، حب ربنا هتعمل اللي بيحبه ربنا، ما تقعديش تدي تكاليف تدي تكاليف، حبيبيها في ربنا وهي هتعمل اللي بيحبه ربنا. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بالخير. عايزه تلتزمي بالصلاه، هو ماريا ادتك وصيه النهارده للصلاه. جميل جميل، احبب اولادي في القران ازاي؟ قولي لي يا ماريا بيسالوك ازاي نحب القران ونخلوا بناتهم يحبوا القران؟ طبعا انت عشان تحفظ القران اجمل طريقه الاستمراريه، يعني مثلا لو مثلا حتى يعني انا مشتركه في حلقه قرانيه، يعني كل بناخد يعني يومين في الاسبوع، فكل يومين في الاسبوع بناخد ممكن 3 اسطر، فسبحان الله بنخلص ممكن السوره في 4 اسابيع او كده يعني، فالاستمراريه افضل طريقه. و بس طيب قولي لي ماريا، ماريا زي ما انت كاتباها كده يا ايناس، تاء مربوطه وهاء. طيب قولي لي ماريا بتقول لكم الاستمراريه في الحفظ وتاخد التكرار، طب قولي لي هل في وقت معين مثلا نحفظ فيه ولا عادي نخليه في اي وقت في النهار؟ انت يعني تقترحي ايه يا ماريا؟ هو طبعا يعني هو احنا ما ينفعش نسيب القران لمده 3 ايام، ويعني مش لازم وقت محدد، هو انت المهم ان كل يوم، ولا خطيتي تاخدي ورد قراءه او كده، والافضل يعني تحفظي، يعني انت لو حفظتي 3 اسطر في اليوم مش هتلاقي عليك اي حمل ابدا. صحيح صحيح. بصي يا لون، ادي بصي بقى، ادي بصي، افشلتم تواضعنا. انا كل ما اجي ابص ماريا تقولي افشلتم تواضعنا، انت عايزه ربنا يبارك فيكم. لا مش بنتي، هي بنت اخت زوجي، انا جايه له زياره هنا في قطر، فيعني ايه هي بنته، انا زوجة خالها، لكن هي شبه بناتي. عايز اقول لكم مره كده هتقطع لكم بناتي مره يعني، وليس هذا وعد، عشان هم ما بيحبوش السوشيال ولا يطلعوا ولا الكلام ده، لكن هي فيها شبه من البنات عندي برضو، لكن انا زوجة خالها. يلا ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. قلت ادخل كده نفرح البنات ونسمع من بنت سنها زيهم، هي 10 سنوات، عم شاء الله لها الحفظ يا رب، ولكلكم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ربنا يزيدها هدى وتقى وعفاف وغنى، ويحفظها لأهلها يا رب، اللهم آمين. عن أيماننا وشمائلها ومن أمانها ومن خلفها ومن خلفها، نعوذ بعظمتك يا رب أن تغتال من تحتها. تمام، يلا بينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.